السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض سلسلة التحدث بتلقى like a native. لو جالي letter T بعدي letter Y اللي هو بيدي sound يا هعمل ايه؟ هعمل sound الاثنين مع بعض يعملوا لي sound، يعني عندي كلمة what you. لو دمجناهم مع بعض هيجي letter T بالمقابل مع sound يا، فهعمل في ايه؟ sound. هقول ايه؟ watcha what you what you. اوكي طيب عندي don't you، التي جت ايه بعديها sound يا، فهعمل في ايه ch sound. don't you don't you زي can't you can't you. طيب تعال نقول جملة كده عشان الموضوع يبقى اسهل بالنسبة لنا. احنا عندنا هنا هنقول الجملة دي don't you like it. طيب هما هناك يقولوها ازاي؟ مادام عندي تي بعديها sound يا هقولها ازاي؟ ch. تبقى ايه؟ don't you like it don't you like it. طيب عندي كمان الجملة التانية اللي هي can't you do it، هما بيقولوها ازاي؟ مادام can't فيها اخرها letter t والساوند اللي بعديها يا sound، فهعمل ايه؟ ch sound. هقولها ازاي؟ can't you do it can't you do it. يبقى don't you like it can't you do it. يبقى t لما يجي بعديها sound يا 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 هعمل ايه؟ هعمل ch sound. لو استفدتي متنسيش تعملي لايك وشير، والسلام عليكم.